لقد عرف أصحاب الحسين عليه السلام أن الله لا يخدع عن جنته، فاسترخصوا دماءهم في سبيله راضين مرضيين. الحسين مصباح هدى، ولكن لمن كان ذا بصيرة، وهو سفينة نجاة، ولكن لمن كان حسن السريرة. فإذا أردنا الاستضاءة بمصباح الحسين فعلينا استلهام البصيرة من منهجه، وإذا أردنا النجاة بسفينة الحسين فعلينا تعلم حسن سريرته من خلال مواقفنا وأعمالنا وما نفعله في هذه الحياة. حقا إن الحسين أفضل معلم لمن كان أفضل تلميذ. كأن يوم عاشوراء لم يكن يوما واحدا بل مليون عام، وكأن 73 شهيدا لم يكونوا 73 فردا بل 73 أمة، وكأن الحسين لم يكن واحدا من أولياء الله بل كان كلهم بلا استثناء، وكأن زينب لم تكن امرأة واحدة في التاريخ بل كانت كل النساء المؤمنات فيها. لقد ملأ الحسين وأصحاب الحسين الحياة حتى كأن الكون ليس فيه أحد إلا هم. لقد شهد الحسين بوحدانية الله بدمه، كما شهد بها بلسانه ومواقفه وعمله ومواعظه. إنها هي الشهادة التي يقتل بها الأحرار المؤمنون بينما غيرهم يأكل بها خبزاً.